والله الا شوفي انا اليوم يعني قد ما نقول لك يمكن تاثرت لان المغرب ما كانش عنده حظ اليوم، الحظ ما لعبش جيتنا، ولكن قسما بالله انا واليوم المغاربه كنقول لك المنتخب المغربي وبرئاسه نور الدين مرابط، انا بالنسبه لي اليوم لانه لاعب ديال الماتش كامل هو نور الدين مرابط، فتبارك الله عليهم يعني قراو البرتغاليين الكره كنقولها وكنعاودها. الا لاحظتوا من بدايه الماتش حتى لدابا المباراه كامله الكره كانت كتلعب في مربع العمليات ديال المنتخب البرتغالي. علاش؟ لانه حنا كنا مسيطرين، كل حد ما معناش اعتقوا منفعهم هذاك البيت اللي كان في الاول، من بعد شافوا شنو هو اللعب ديال الكره تقراو. لا اله الا الله.